في الملف الوبائي وفي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي وباء كورونا، سجلت وزارة الصحة 4013 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الأخيرة في معظم محافظات البلاد. وقالت الوزارة في موقفها الوبائي إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 168,290 حالة منذ بدء الجائحة في البلاد، مبينة أن أعداد المتعافين وصلت إلى 120,129 شخصا، وذلك بعد تسجيل 2,921 حالة شفاء، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5,709 حالات بعد تسجيل 68 حالة.